مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية. والمستهل بملف التعاون الطاقوي ومحور الجزائر ليبيا الذي تعزز باتفاقية جديدة وقعت العودة القوية لمجمع سوناتراك إلى ليبيا، حيث أبرم المجمع بروتوكول اتفاق مع المؤسسة الليبية للنفط يقضي برفع التجميد على التزامات سوناتراك التعاقدية بحوض غدامس، واتفاقيات أخرى جديدة بقيمة 100 مليون دولار تخص النقل والتكوين والاستكشاف والتنقيب. عودة بنظرة استراتيجية واستشرافية تأتي في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. محمد ياسين نقاش. مجمع سوناتراك يعود إلى ليبيا لتشريف عقوده السابقة وإبرام عقود استثمار جديدة يصل حجمها إلى أكثر من 200 مليون دولار أمريكي. ولا زالت لدينا التزامات تعاقدية سوف نقوم بها إن شاء الله، يعني حجم الاستثمارات في الاستكشاف سوف يكون في حدود تقريب 200 مليون دولار، إذا احتسبنا يعني تقريب 150 مليون دولار التي تقريب استثمرناها في ليبيا. لكن المهم ليس هو حجم الاستثمارات اليوم، هو الإنجازات والاحتياطات التي والاكتشافات التي حققتها الشركة مع شركة النفط الليبية والعمل لتطويرها. خبرة تفوق الخمسين سنة جعلت من المؤسسة الوطنية للنفط تستعين بخدمات سوناتراك والشراكة معه. اجتماع مثمر جدا على مستوى إدارة المؤسسة والإدارات التنفيذية وشركات المؤسسة للنفط وشركات التابعة لشركة سوناتراك، وكان هناك اجتماعات ثنائية بين الأطراف المختلفة، شركات الحفر وشركات الاستكشاف وشركات معهد النفط الليبي ومعهد النفط للتأهيل والتدريب ومركز النوعي بالزاوية. وعلى الهامش لقاءات ثنائية بين ممثلي مجمع سوناتراك والمؤسسة الوطنية للنفط، وفي جدول الأعمال الاستكشاف والتنقيب النقل وحتى التكوين. هو المؤسسة الوطنية للجيوفيزياء اللي هي مختصة، هي فرع من فروع سوناتراك، وهي مختصة في الاستكشاف والبحث عن المحروقات، عندها أكثر من 50 سنة خبرة في الميدان وعندها كفاءات ذات مستوى عالي، وفي السنوات الأخيرة قامت باستثمارات كبيرة. سوناتراك ما يخفاكمش عندها استثمارات في ليبيا مدة 10 سنوات، وإحنا جينا لنواكب سوناتراك في هذا العمل تاعها، والفروع هي شركة تجارية محضة، وباش يعني نواكب سياسة البلاد اللي لابد نروح أسواق أخرى. اليوم تسعى سوناتراك من خلال استثمارها في ليبيا إلى إعادة النشاط لحقول الغاز والبترول في ليبيا لتلبية الطلب المتزايد في السوق الدولية. فيه احتياطات غازية مهمة، احتياطات من البترول، اليوم السوق الدولية تحتاج إلى هذه المادة، سوف نعمل بكل الجهود الممكنة لتطوير هذه الحقول في أقرب الآجال ووضعها في تصرف السوق الدولية. هي خطوة أخرى للجزائر للاستثمار وإعادة التموقع في المنطقة وخاصة في ليبيا. وتحسينا لمناخ الاستثمار الصناعي وقصد تحقيق وثبة اقتصادية حقيقية، تضمن قانون المالية الجديد مواد تسهم بإيجابية في الاستثمار الوطني. ومن أهم هذه الإجراءات رفع العراقيل والقيود الإدارية وضبط إشكالية الضرائب والعقار الصناعي، إجراءات لاقت استحسان مستثمري ولاية بشار، تقول جويدة بابا أحمد. هكذا ستكون سنة 2022 بحسب ما جاء في النصوص التشريعية لقانون المالية الجديد بالجزائر. قانون يعمل على جذب المستثمرين من خلال تقديم مجموعة واسعة من التدابير التحفيزية والقضاء نهائيا على كافة العراقيل التي كانت تواجه المستثمرين سلفا، لا سيما الإدارية منها. احنا رانا في درنا المصنع من 2014 بدينا فيه، وعطاونا الملكية تاعنا امتياز وبدينا نخدمه. هذا أعطانا كمتعاملين اقتصاديين تفاؤل وأمل بأننا ربما راح نخرج من مرحلة احتكار الإدارة والبيروقراطية الإدارية إلى مرحلة انفتاح اقتصادي.
توفير العوامل الكفيلة بتحقيق وثبة اقتصادية حقيقية هو ما تصب إليه هذه التدابير الجديدة في شكل بنى تحتية وضرائب وتسهيل وتبسيط الإجراءات وتسوية ملف العقار الصناعي وغيرها من التحفيزات التي ستكون تداعياتها جد إيجابية على الساحة الاقتصادية الوطنية. نحن نعكف الآن في غرفة التجارة والصناعة على دراسة هذه الاحتياجات لوضع خارطة لاستثمارات إن شاء الله تكون في مناطقنا، سواء للمستثمرين المحليين أو الوطنيين وحتى الأجانب. رفع القيود الرئيسية التي تعيق إنجاز المشاريع الاستثمارية من أجل تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق إقلاع اقتصادي فعلي هو ما يعكسه قانون المالية الجديد على شكل ثورة صناعية بامتياز. صحيا، وفي مستجدات الوضعية الوبائية بالبلاد سجلت 532 إصابة جديدة و13 حالة وفاة خلال الساعات 24 الأخيرة، فيما تمثل 422 مريضا للشفاء حسب بيان وزارة الصحة. ورغم الاستقرار في الحصيلة اليومية للإصابة بالفيروس، غير أنه لا يجب التراخي في الوقاية والأخذ بالتدابير الصحية خصوصا بالأماكن المكتظة، حيث تستمر الحملة التحسيسية التوعوية للوقاية في الوسط المدرسي وكيفيات تطبيق البروتوكول الصحي لفائدة تلاميذ الطور الابتدائي بولاية سيدي بلعباس. خير بوطالب. تلاميذ الطور الابتدائي كانوا على موعد مع حملة تحسيسية نظمتها المديرية العامة للأمن الوطني بولاية سيدي بلعباس لكبح تفشي وباء كورونا بالوسط التربوي. لحماية نفسنا من فيروس كورونا يجب أن نغسل يدينا بالماء والصابون، نضع الكمامة الوقائية، نضع بيننا وبين أصدقائنا مسافة آمنة. سطرت برنامج تحسيسي توعوي يهدف في الأساس إلى دعوة التلاميذ والطاقم التربوي إلى ضرورة التقيد بالقواعد الأساسية للوقاية من فيروس كوفيد 19، حيث سخرنا كل الطاقم الطبي التابع لأمن ولاية سيدي بلعباس، حيث نجوب كل أغلب المدارس. التقيد بالإجراءات الوقائية وتطبيق البروتوكول الصحي هو ما أكد عليه الأطباء وعمال التربية. أتمنى من زملائي كنصيحة بسيطة، إذا أحس بتفاوت في الحرارة، بدرجة حرارة أو زكام، أن يصرف التلميذ إلى عائلته. طفل لازم ما يخافش، ما يكونش عنده توتر، يكون هادئ، حتى وإنه يشعر ببعض الإسهال ولا الحمى هذا شكل عادي، ولكن لازم يبقى في البيت. لذلك لابد أن نوعو ثاني الأولياء عندهم دور كبير في هذه الفترة. فعلى الجميع أن يتحلى بالوعي اللازم لتجاوز هذه الأزمة الصحية حفاظا على سلامتنا وسلامة أبنائنا. تقام اليوم ابتداء من الساعة 9 صباحا صلاة الاستسقاء عبر مساجد الوطن إثر الجفاف الذي مس العديد من الولايات. هذا وبالمناسبة دعت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف المواطنين لحضور الصلاة والتوبة والاستغفار ورد المظالم وصلة الرحم والتصدق على الفقراء والمساكين، رجاء من الله أن يسقينا غيثا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. دولياً، وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة أصيب 10 فلسطينيين، فيما سجلت حالة اختناق بالغاز المسيل للدموع في مواجهات مع جنود الاحتلال الإسرائيلي على إثر قمع لمسيرة بشرق قلقية. وفي اعتداء آخر على جنوب قطاع غزة، أطلقت قوة الاحتلال النار على مراكب صيد ومزارعين ورعاة، وكانت مناطق متفرقة من الأراضي المحتلة قد شهدت حملة اعتقالات بالقدس وجنين والخليل وبيت لحم. هذا ويواصل المحتل سياسته الاستيطانية التوسعية بإجبار مقدسي على هدم منزله في سلوان.
وفي ليبيا دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس جميع الأطراف الليبية إلى مواصلة الحفاظ على استقرار ليبيا كأولوية قصوى، مذكرا جميع الأطراف والمؤسسات بالهدف الأساسي المتمثل في إجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن، مشددا على ضرورة السهر على اتخاذ القرارات الحيوية في شكل شفاف ومتوافق عليها. جاء ذلك على خلفية التطورات السياسية الأخيرة التي تشهدها ليبيا في ظل استمرار الانقسام حول منصب رئيس الوزراء. وفي الملف النووي الإيراني، وفيما لا تزال مفاوضات الجولة الثامنة في فيينا تراوح مكانها حيث لم يتم التوصل بعد إلى أي اتفاق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 43 للثورة الإسلامية الإيرانية، أكد بأن طهران لا تأمل شيئا من مسار فيينا وأنها لا تربط نفسها لا بفيينا ولا بنيويورك على حد قوله، وهذا بقدر تشبتها بالداخل الإيراني وأولوياته. وفي موضوع التصعيد المتنامي أقول حول أوكرانيا، حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، قدر بأنه سيكون في غضون نحو أسبوع أي قبل نهاية الألعاب الشتوية الأولمبية في بكين، داعيا كل الأمريكيين لمغادرة هذا البلد وهو ما ذهبت إليه معظم العواصم الغربية. وفيما لا تزال المساعدات العسكرية تصل كييف من شتى الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة، استنكرت روسيا ما وصفته بحملة الأكاذيب التي تطالها والهستيريا التي تقف وراءها واشنطن لتزيد من تأجيج الوضع. هذا في الوقت الذي يرتقب أقول أن يجري الرئيسان بايدن وبوتين اليوم اتصالا في محاولة لتخفيض التصعيد المتنامي في المنطقة. في موضوع ذي صلة وبالشأن الأفغاني، قالت حركة طالبان أن قرار الرئيس الأمريكي جون بايدن بالتصرف في أصول مالية أفغانية مودعة بالبنوك الأمريكية البالغ قيمتها نحو 7 ملايير دولار يشكل أقصى درجات الانحطاط الأخلاقية، وأنه سرقة واضحة للمال الأفغاني، هذا في الوقت الذي تعيش فيه أفغانستان أوضاعا إنسانية مزرية حيث باتت المجاعة تهدد البلاد. ويشار أن بايدن كان قد وقع أمس على قرار يسمح بتوجيه نصف الإيداعات الأفغانية أي نحو 3.5 مليار دولار لتعويض ضحايا أحداث 11 سبتمبر. من أجل حماية البيئة، ما يقارب 150 شخصا تجمعوا في بريست الفرنسية يمثلون 27 دولة من الاتحاد الأوروبي و13 آخرين من بلدان مختلفة للحديث عن الاقتصاد الأزرق واستغلاله الأمثل تلبية لنداء السلام الأخضر ومناقشة مخرجات منظمة التجارة العالمية فيما يخص البيئة. هذا وأعلنت أمس رئيسة المفوضية الأوروبية عن إطلاق مبادرات طموحة لتعزيز محيطات أنظف وأكثر صحة وأمانا بهدف حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، ومشروع حاسوبي كبير يسمح للباحثين بمحاكاة محيطات العالم رقميا. ارتفع عدد قتلى إعصار باتسيراي الذي ضرب جزيرة مدغشقر الأحد الفارط إلى 120 شخصا، وحسب بيان وكالة الإغاثة من الكوارث فإن معظم الضحايا ينتمون إلى منطقة إيكونجو، فيما ذكرت منظمات وفرق إغاثية أن الوصول إلى جميع القرى المتضررة قد يستغرق أياما بسبب إغلاق الطرق. وقد أسفر الإعصار عن تدمير البنى التحتية وإغراق الآلاف المنازل بالماء، ومن المرتقب أن يصل عدد المتضررين إلى 600,000 شخص حسب تقدير برنامج الأغذية العالمية. رياض الآن، ولحساب نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم يواجه اليوم تشيلسي الإنجليزي فريق بالميراس البرازيلي بأبوظبي، ويشارك تشيلسي للمرة الثانية في مونديال الأندية بعد أن حقق لقب بطولة دوري أبطال أوروبا العام الماضي، ويتطلع لأن يكون ثالث فريق إنجليزي يتوج باللقب بعد مانشستر يونايتد وليفربول. وبالمقابل يسعى بالميراس البرازيلي لمفاجأة بطل أوروبا في النهائي بعد
بعد أن بلغ النهائي بالفوز على الأهلي المصري بطل إفريقيا بهدفين نظيفين في النصف النهائي. كرويا دائما، ولحساب الجولة الأولى ذهاب من دور المجموعات من منافسة رابطة أبطال إفريقيا، يواجه اليوم وفاق سطيف خارج الديار نادي حوريا الكوناكري الغيني، فحظ موفق لممثلي الجزائر في هذه المنافسة الإفريقية. ونبقى في عالم الكرة المستديرة، حيث تعادل أمس شباب بلوزداد أمام مضيفه النجم الساحلي التونسي بنتيجة بيضاء بملعب رادس بتونس لحساب الجولة الأولى على المجموعة الثالثة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم. وبعمر فاق 100 عام، لا تزال حلبة الثيران بوهران تشهد على أن الجزائر خزان للثقافات بتنوعها. الصرح الأثري فتح أبوابه للجمهور من محبي السياحة واكتشاف المعالم الأثرية العريقة. عمري نهاري. حلبة الثيران بوهران معلم تاريخي قديم يقف شاهدا على تنوع الثقافات والأجناس بهذه المدينة العريقة. بني سنة 1910 ولا زالت جدرانه صامدة تحكي قصة رياضة قديمة. هذا المعلم التاريخي هو معلم تاريخي يعني فريد من نوعه على مستوى شمال إفريقيا، وتم فتح أبوابه سنة 1910 الذين بنوهم الإسبانيين أو المستوطنين الإسبان المقيمين بوهران إبان الاستعمار الفرنسي. سنة 1959 كانت آخر مصارعة للثيران بوهران. المواطنون والحرفيون داخل بهو هذا المعلم الأثري استبشروا خيرا لافتتاح أبوابه أمام الجمهور. مشهورة والناس ما تعرفهاش، هذا من الأثار من 1910، بصح كاين الناس اللي يعرفوها. أنا ماذا بينا يجيو يزوروا، خاطر لابليبار دي فهنا في وهران مازال ما يعرفوش، يعرفوا بلي كان طورو بصح جامي يدخلوا له. دي فوا يجيو عندي هنا لي فيزيتور يقول لك حنا ساكنين هنا ولاد بلاد وما نعرفوش طورو، يجيو يقولوا لي ما شاء الله حاجة مليحة كي داروا هكا الناس تجي تفيزيتي وتشوف زعما زيتي اورو زعما عجبتهم الحالة. معالم تاريخية أثرية أخرى تزدهر بها وهران تنتظر الدعم لاستقبال الزوار. بجمال هذا الصرح التاريخي نأتي إلى نهاية النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.